أنا رايح فوتون. إيه روح، الله معك سيد جان. لقيتها. حبيبتي فوتون، يا نور عيوني، بحبك فوق ما تتصوري، وما فيني أعيش بدونك أبدا. بتعرفي هالشي ما هيك حبيبتي؟ ما رح تقولي لي إنك بتحبيني؟ جان خلصنا بقى، كنت عم بمزح معك، شي صار وخلص نسيته. أنا رح أروح هلا، بس قلبي بقيان معك أنت، رح أتركه أمانة بين إيديكي. جان خد قلبك وطلع بسرعة من البيت. أنا قلت لك كان لازم تخنيه هو ونايم. لا فتو، يعني إذا أنت بتحبي التفاح لازم التفاح كمان يكون بيحبك؟ شو هالحكي هاد؟ شو يعني؟ حتى لو ما كان بيحبك أنت حبيه، شو بده يصير مثلا؟ أوه علينا بلشنا بالروحانيات، اهربي 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 يلا. يه أنا صار بدي مشفى مجانين، وكله بسببه. يي شو هالمفاجأة الحلوة؟ أهلين وسهلين. كيفك يا فصعوني؟ تفضل. وقفي وقفي لا تسكري الباب. تعالوا يا أولاد فوتوا بسرعة لشوف. جدي؟ هدول لمين؟ هدول هدايا إليك. إلي أنا؟ يلا يلا. وليش يعني؟ على نصتك. جدي؟ لشو كل هدول؟ جبت لك شوية هدايا يا روحي. هدول شوي؟ ايه يلا بقى افتحي الهدايا. ماشي. عجبتي؟ ولي كل هالقد حقها؟ شو صار ليك؟ جدي؟ ولك هاي غالية كتير، خلينا نرجعها ونشتري سيارة بدالها. بنتي، انتي لازم تتعودي، من حقك انه تلبسي تتمكيجي وتتشيكي مثل كل البنات يلي بعمرك. جدي، لازم تعرف انه فتون ما بتحمل جزدان بهذا السعر، خلينا نرجعهم بحقهم انا بشتري بيت. بنتي فتون، روقي قليلي لشوف رفيف بشو أحسن منك تتلبس ماركات؟ إذا بالقماش والدهانات تبعها بتطلع حلوة بس ما عندها خامة مثلك. جدي أنت شو اللي عم تقوله؟ مفكرتيني مالي منتبه إن عم تحاول تغطي عليكي بحركاتها البايخة ولبسها المبهدل؟ ما حدا بيقدر يعمل هيك معك أنتي. يلا لشوف، يلا خدي خدي هالأغراض على غرفتك، بدي شوفهم عليكي قطعة قطعة. كيف يعني؟ مثل ما منشوف بالمسلسلات، كل ما بدي قيس قطعة لازم ورجيك ياها. ايه بدي شوفها. جدي بس هاي الحركات بتعملها البنت للشاب يلي بحبها مو لجدة. يلا فتون خدي هدول وروحي قيسيهم بسرعة، تحركي. حاضر. بنظري لحتى يكون الفيلم ناجح